أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. تسريب خاص يؤكد أن القاهرة صدمت مع حوار قادة حماس بخصوص أهم نقطة، نشر القوات التركية والروسية في قطاع غزة كقوات ضامنة وكدولتين ضامنتين لأي اتفاق لوقف إطلاق النار، وهذا الذي دفع مباشرة بايدن إلى الخروج عن الخط المساند لإسرائيل وانتقاد الجيش من جهة لأنه يرغب في الحفاظ على علاقات على الأقل مصرية إسرائيلية ولا تنكسر بشكل مباشر كامب ديفيد هذه الاتفاقية أو تمس في العمق، والاعتبار الذي أتى نتيجة تفاهمات ما بعد 2005 هي جزء من السلام في المنطقة والسلام باتجاه مستقبل غزة. إذا الورقة التي تلعبها الآن حماس دولتين ضامنتين وبشكل مباشر لأي اتفاق لوقف إطلاق النار، الأمر يتعلق إذن بتركيا وروسيا ومن ثم أردوغان وبوتين. والمسألة الأخرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد الضغط الآن على مصر وتريد الضغط على الفلسطينيين من أجل إبعاد هذا الخيار كليا. وعباس كامل بالحرف قال للوفد الفلسطيني إنكم أمام استدعاء حرب عالمية إلى المنطقة. فبايدن يحاول الآن الضغط على السيسي وتأكيد أنه هو الذي طلب بفتح معبر رفح. الأمر كان يتعلق بالضغط على نتنياهو من أجل السماح لتأمين الرحلات العابرة لمعبر رفح، هو مفتوح ولكن لا يشتغل نتيجة عدم وجود ضمانات. فأوقف السيسي أي تقدم مباشر لشاحنات الإغاثة إلا ما بعد تحقيق أمريكا لضمانات تسلمها إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية وتنقلها إلى مصر. إذا تحميل المسؤولية في هذه الجزئية فقط لمصر هذا من أجل الرفض الذي أبداه الأمريكي ويطبقه الآن المصري. المصري من جهة أولى والرئيس المصري شخصيا كان يود ألا يتحمل شخصيا أي مسؤولية بخصوص معبر رفح إلا ما بعد الضمانات، والآن المفروض أيضا ضمانات أخرى لحماس من أجل انطلاق هذه المفاوضات. اليوم وصل وفد إسرائيل إلى القاهرة رغم أن نتنياهو كان يود في الكابينت أن يقول بالحرف أن حماس عليها أن تنزل سقوفها من أجل البدء أي بدء المفاوضات بتنازلات من حماس. رفض ذلك بشكل مطلق القادة الحاضرين ووفد حماس. إذا كان رفض حماس قاطعا بخصوص أي تعديل على المبادرة أو أن تكون نسخة أخرى من المبادرة، هذا هو الأمر الذي دفع مباشرة إلى مأزق. هنا كان ضروريا إرسال وفد جالانت الذي يخصه قرار العمليات في رفح لا بد من تحديدها ولا بد من التخطيط لها وجعلها عملية جراحية دقيقة، كل هذا مع ما سمي بقرار البنتاغون بالالتزام المكتوب من إسرائيل لما سمي بالقانون الدولي الإنساني والأمريكي في حال الرغبة في تسليم أسلحة جديدة، فعلى إسرائيل أن توقع على هذه الوثائق الجديدة، وهذا الذي دفع جالانت إلى رفض الموضوع والخروج من نصف اجتماع مجلس الحرب. هذه فقط للإشارة. إذا لدينا هذا التطور الرئيس هو انسحاب جالانت لأن أمر رفح الآن ليس إلا في نقط محددة
ويجب للإدارة الأمريكية أن تقرأ بشكل مباشر وتوافق على النقط التي يمكن العمل عليها في داخل رفح. إذا هذا يعتبر أول الأمر، ثم الانتقال إلى مفاوضات. هذه المفاوضات يرغب من خلالها نتنياهو أن يضغط برفح، ولكن قد تكون عمليات أو لا تكون، لكن الورقة الرئيسة للضغط على المخابرات المصرية والمخابرات المصرية على حماس الدخول إلى رفح من عدم الدخول إلى رفح. جالنت يقول بالدخول بالضرورة إلى رفح لحسم هذا الوضع. لذلك فالخلاف الآن ما بين حمل شعار رفح تكتيكيا من طرف نتنياهو، وجالنت يريد ذلك، والإدارة الأمريكية تقبل بتشاور وبحسم وتنسيق لهذه العمليات. يبدأ أساسا من الموافقة على ما سمي بالموافقة المكتوبة من طرف إسرائيل على تسلم أي سلاح جديد أمريكي الآن. لهذا جاء الضغط على إسرائيل من هذه الزاوية. بالنسبة لمصر، تتقبل ضغوط إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، اتهامات بايدن مباشرة للرئيس السيسي في قضية فتح معبر رفح، والمسألة الثانية والأكثر أهمية الضغط على نتنياهو، ونتنياهو يرفع رفح كورقة ضغط لا أقل ولا أكثر. وهكذا فالوضعية اليوم في المفاوضات بالعاصمة المصرية تذهب إلى هذه النقطة. لكن النقطة التي أزعجت بايدن بشكل كامل ويرغب في أن إسرائيل لا تسمح بذلك، أي القوات الدولية مؤسسة فقط على تركيا وروسيا، أو أن يكون عمودها الفقري كلا من روسيا وتركيا، هنا لابد من إثارة أمر دقيق للغاية. على الساعة 9:10 قرر السيسي رفض القوات التركية أن تكون مشاركة بشكل مباشر في أي قوات دولية على صعيد نشرها في غزة. إذن القرار الرئيس الذي يعد خلافا حقيقيا الآن ولهذه الدقائق ما بين وفد حماس وما بين الإدارة المصرية، أن مصر تضع شرط رفض حضور القوات، أن تكون الدولة نعم لكن ليس بقوات، أن يكون هناك مستشارين أتراك ولكن لا علاقة لهم بالقوات أو قوات الجيش التركي. إذن هذا هو الذي يعد معضلة حقيقية الآن، ودفع قناة العربية إلى القول أن هناك مأزق. هذا هو المأزق بالتحديد وبشكل حصري ومن مصدر قريب جدا من المفاوضات، بل إن هناك هذا التسريب الذي يجب أخذه بعين الاعتبار انطلاقا من هذه اللعبة المعقدة لتوقف مجلس الحرب وانسحاب جالنت. ولماذا انسحاب هذا الذي أشرنا إليه؟ وبعدها مباشرة انسحب ليبي. إذن الجيش له موقف، نتنياهو يريد أن يلعب الورقة للضغط فقط، وأرسل وفده مباشرة إلى القاهرة. ومهم جدا أن أليفي الذي انتظر بعد انسحاب جالنت وافق على إرسال وفد، وهذا الوفد يمثل الجيش الإسرائيلي، وفد كما كان سابقا وفد الجيش الإسرائيلي بعيدا عن الشباك والمصاد الإسرائيلي. إذن هذه هي الوضعية السارية الآن بالنسبة للعبة قبل انطلاق المفاوضات. سارت هناك بعض الهمهمات بخصوص ما يجري الآن في القاهرة وبعض الإشارات. وعلى كل حال فالمفاوضات غير المباشرة حاليا مفاوضات جدية على العموم أمام حماس القريبة جدا الآن من الكتائب، كأن الكتائب القسام هي التي تفاوض. وهذه زاوية رغم ما تقوله وسائل الإعلام الإسرائيلية
فالكل يعود الآن إلى الكتائب، بل وليس إلى الكتائب وإنما إلى باقي الفصائل المقاتلة الآن في خان يونس، والضغط عليها حاليا بشكل كبير جدا. إذن هناك ضغط عسكري، مفاوضات تحت النار من جهة، وأيضا تحت القصف النفسي، حرب نفسية على السنوار، حرب بشكل كامل على الإدارة المصرية، ومن ثم أيضا هذه اللعبة التي ظهرت بشكل واضح ما بين نتنياهو وجالنت وليفي، وهذه الانسحابات. ومهم جدا الآن أن نتنياهو يريد أن يناور، ولكن لا يريد فعلا دخول رفح إلا بموافقة بعض النقط ومع الأمريكيين. جالنت من جهته يريد عمليات كاملة في رفح. المسألة الأخرى والأكثر أهمية أن هناك خلاف أين سيذهب هؤلاء الآن قبل أي عملية؟ هؤلاء الفلسطينيين الغزيين أين يذهبون؟ هل سيعودون إلى الشمال مع ضمانات كاملة بخصوص وضعهم الإنساني إلى آخره؟ ولا تزال هذه المناطق لا تزال مناطق قتال بتلاهي اليوم، فيه محاولة جريئة للغاية بالنسبة للمقاومة، سنتطرق إليها. على العموم فإن الوضعية الآن وضعية شديدة الصعوبة، ولكن التحول الاستراتيجي هو القوات التركية والروسية في القطاع، وهذا الذي يرفضه الأمريكي ويرفضه جزئيا المصري، وهذه وضعيات صعبة للغاية فيما يحاول حاليا المقاومون الفلسطينيون جعل الدولتين الضامنتين تركيا وروسيا، وبقبول أردوغان أن يكون بوتين هناك، وأن يصرح بوتين بالحرف لأردوغان، وهذا سبق أيضا، يقول بالحرف بوتين: كنت أقاتل من أجل حياتي السكان في دونباس، واليوم يمكن أن أقاتل في القطاع غزة. يعني أن هذه الوضعية اليوم وضعية في نظره إنسانية وحقوقية واحترام أراضي الغير. إذن كل هذا يجعلنا أمام مسألة خطيرة خطيرة للغاية، أن أوكرانيا ليست إلا دولة مخترعة ولم ينشئها إلا ستالين في 1922، وإسرائيل أيضا ليست إلا دولة 1948، وأنها ليست إلا فكرة هرتزل. بوتين بهذا الهجوم القاسي وقبول إرسال قوات روسية إلى قطاع غزة، خلط الأوراق ودفع بايدن إلى شد شعر رأسه إن كان لا يزال. هذا هو الوضع الذي تعيشه الآن القاهرة تحت ضغوط شرسة للغاية وغير مسبوقة، ننقلها من مصادر حصرية. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.